افكر. اتفضل. علاوه الحقني علاوه هيقتلوني والنبي تخبيني عندك. اخبيكي؟ اخبيكي ده ايه؟ اوعي تكوني فاكره ان مكانتي دي توفر لك غلطه تعملي فيه ما بدالك تبقي غبيه. علاوه فين الخاتم؟ خاتم؟ هو انت صدقت موضوع الخاتم ده؟ انا اقتلك يا نرجس. انا مش هسمح لمخلوق يهز مكانتي اللي انا فيها. فاهمه؟ فين الخاتم؟ مقام يا شمهانو، اعرف ان الظرف لا يسمح لكن ضرورات تحتم. دي خاتم حضرتكم؟ ايوه ده. لقيتوا اللي سرقته؟ دي طلع مش مسروق، عزيزة منظفة لقيته تحت طاولة. يعني الخدامة اللي اتهمتيها بريئة يا جشم. جشم هانم، مش ترمي حاجتك في كل مكان. إلزام ترتيب في قصور، إلزام عدم تصرف في إطلاق أحكام، مفهوم؟ طمنا حكيم. حالة صفي ناز هانم مستقرة إلى حد ما، لكن وضع الجنين ما أقدرش أحكم عليه دلوقتي، لازم تمر 24 ساعة عشان أتأكد. عموما أنا هطل عليها كل ساعتين، طبعا ده بعد إذن جلالة الوالدة باشا. تشكرت بشري، تشكرت. حصل إمتى الحدث المؤسف ده؟ من ساعة تقريبا في الحمام التركي. بلغ وصيفة مقام صفي ناز إني هشوفها حالا. أمر جلالتك. طب والخلوة؟ الخلوة انتهت خلاص. اسمع يا ياسين، بلغ دادا أشرقت إنها تصحب القرية وتهتم بها جدا. أنا أطلقت عليها لقب قديم، يعني اسمها شمس قديم، مفهوم؟ مفهوم جلالتك. تقدر تنصرف. أنا هغير هدومي واطمن على مقام صفي ناز. كان يوم جميل يا شمس قديم.